ديكلاراسيون قال بانه دار مجهود جبار، والكره راها في المرمى ديال الجامعه الى غير ذلك. الوضوح والصراحه والقناعات هما اللي تيبقاو. اول زياره دارها السي عادل لعندي شخصيا، واستقبلته رفقه المسؤولين تاع بي اس في ايندوفن، كانت هذه 4 شهور، وعبرت له انا ذاك على ان الجامعه الملكيه المغربيه والمغرب كيرحب بالسي عادل الرمزي باش يجي يشتغل معنا في المشروع الكروي المغربي. وقال لي انا ذاك بانه عنده واحد الفورماسيون تيساليها، وملي غيساليها غيجي. وبالفعل تجدد بيناتنا الاتصال في ثاني مناسبه، وجا عندي السي عادل الرمزي واستقبلته، وقلت ليه انا ذاك باننا ان المكانه اللي غادي نخليو ليه هي احدى المنتخبات نتاع الفئات العمريه باش يتاقلم مع الاجواء الى غير ذلك تاع المنتخبات الوطنيه والطريق القدام طبيعه الحال. وجات المناسبه الثالثه وبعد التطورات اللي عرفتها هذيك لا كارت بلونش اللي تكلمتي عليها وداكشي، وخا هي راه ما كاين كارت بلونش باش نتفاهموا، كاين اختصاصات تمارسها كل واحد وفق منطق احترافي. انا ما تندخل في تشكيله، ما تندخل في خطه، ما تندخل في ليست. وخلال التجربه نتاعي كاع حتى في الكلوب ورا المدربين كاينين، ما عمر دخلت في هذا الجانب. ولكن لما يتعلق الامر بالاجواء نتاع الفريق الوطني، المسؤوليه كيتحملها الجامعه. الاجواء في شكلها الشامل. فمن بعد هذه التطورات نتاع الكارت بلونش، جا السي عادل الرمزي مره اخرى وقلنا ليه بانك غادي تشتغل مع الفريق الوطني الاول. وكنت نظمت ليه لقاء مع السي وليد وتلاقاو، مشى السي عادل وجا في المره الاخرى وطرح اشكال نتاع واحد البند في العقد نتاعو مع بي اس في ايندوفن في 150,000 اورو بالضبط. واتفقنا باننا نلقاو واحد الصيغه اننا نخلصوا له هاد الامور على مده زمنيه طويله، نحيدوها له من الصالير بداك المبلغ اللي بغى. واتفقنا على كل شيء ومشى. فاذا بنا نفاجأ، تيقول لك اودي الله يخليك، الاقتراح اللي عندي هو انني نكمل الاشتغالات نتاعي في بي اس في ايندوفن ونخدم في ليكيب ناسيونال. والموقف كان واضح انا ذاك، لا السي وليد ولا انت عبد ربه، قلت له اودي الفريق الوطني ما تيقبلش المزاوجه مع واحد المشروع في فريق مع احتراماتي للفرق. وهادشي اللي كاين. وقلنا يا ودي كان من الافضل ان الانسان يكون واضح من النهار الاول باش يكمل شغلاته في شي الفره حتى تجي الفرصه ان شاء الله. وراه بطبيعه الحال هو كيف السي وليد قال لك بان اللاعبين مرحبا بهم المغاربه فين ما كانوا في اي وقت، راه حتى الاطر المغربيه مرحبا بها في اي وقت، اللي بغى يخدم الكره المغربيه من جميع المواقع راه بلادو هذه حتى حد ما غيمنع. اسمح لي هذه التوضيحات كان لابد انني نديرها ونديرها بالتفصيل المميل باش نفهمه.